طبعا المباراه دي هتكون حاسمه ان شاء الله، وانا اتمنى من كل قلبي ان الاهلي يكسب في الماتش ده ان شاء الله باي نتيجه. والاهلي عودنا على تاريخه الطويل ان هو يحسم بطوله الدوري، حتى مره كان الرابع وطلع الاول وخد الدوري. لا لسه حضرتك، حتى لو الزمالك كسب هيبقى فرق 5 نقط، لسه فاضل حوالي 12 مباراه او 11 مباراه، ولسه في مباراه ثانيه مع الاهلي والزمالك. ولو الاهلي كسب يبقى فرق نقطه برده، ده ما يديش يعني حاجه ان الاهلي ممكن يكسب. بس هو في ميزه يعني، الاهلي لو كسب ان شاء الله، والاهلي دايما عودنا ان هو يركب الدوري ما بينزلش يعني. لسه طبعا بدري، لسه هيبقى فرق نقطه لو الاهلي كسب وان شاء الله يكسب. لكن لسه بدري خالص على الدوري. لا طبعا لسه في مباريات كتير، وبعدين في بيراميدز وفي مباراه تانية مع الزمالك، فالموضوع لسه بعيد. لكن احنا نتمنى ان الاهلي يكسب الماتش ده بصراحه. دوري طويل لسه، وانا اتمنى ان النادي الاهلي يركب الدوري من خلال مباراه زي مباراه القمه، لان احنا على مدار 20 سنه اول مره نقابل الزمالك وهو راكب وفارق بنقطتين. فاذا كسبنا ان شاء الله باذن الله المباراه دي، احنا بنلعب على الضغط النفسي، هنلاقي الزمالك هيرجع ورا مش هيكمل بنفس السيستم. والاهلي الحمد لله بقاله 9 ماتشات كيرف عالي، فاتمنى ان المباراه زي ديت ان احنا ننزل مش واثقين قوي، لا ننزل ننفذ تعليمات المدرب ونبقى حارسين تام في اول ربع ساعه، لان المباراه دي انا شايف اللي هي من اهم مباريات الدوري، وهتحدد 90% مين بطل الدوري. بس اتمنى المباراه دي ما نخسرش. لا لسه طبعا لسه بدري، لسه قدامنا حوالي 9 ماتشات، بس طبعا هتاثر على الماتشات اللي جايه للفرقتين دولت الاهلي والزمالك. لو الاهلي كسب الاول هيبقى الاول، والدفعه المعنويه ليه قدام الماتشات اللي جايه. والزمالك دايما بيهتز بعد ما يخسر من الاهلي بالذات، بيفقد نقاط كتير بعد ماتش الاهلي، وبيأثر خصوصا هو كان راكب الدوري يعني طول الموسم. اعتقد لسه بدري خالص، لان في لسه 12 ماتش، حوالي 12 ماتش زي ما حضرتك عارف، دي هتحدد يعني. لا هتحدد بشكل اساسي. هو اتوقع الاهلي هيفوز بالدوري ويفوز على الزمالك. والاهلي لو ركب خلاص يعني ما بينزلش، وهو راكب يعني اللي قدامه يعني بيعلى. بس احنا عاوزين لعيبه الزمالك، بتوع الزمالك بيندفعوا وعندهم حماس شديد، بس عاوزين احنا بقى نمتص الحماس بتاعهم ده، وتكون المرتدات بتاعتنا اخطر، و يعني نقول نخلص ونجيب هدف، ونحاول نجيب. لو جبنا هدف مبكر هرتبكم ان شاء الله. يعني لو الاهلي كسب اعتقد خلاص يعني الدوري، انا من زمان وانا اشوف الاهلي بيتاخر ب 12 نقطه و 13 نقطه ويرجع، ولو فرق بنقطه او اتنين خلاص خلاص يعني بيفرق خلاص.